الله ولا قوة إلا بالله. 30/6/2024 من الجبال، بسم الله ما شاء الله، من دون حواجز ملكية إن شاء الله، إن شاء الله بطريق الفرز إن شاء الله، إن شاء الله نفرزها معكم يا شباب. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلها سنة خير ورزق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم سبت 30 يونيو 2024، سبت إطارات، سنقوم بتحويلها إن شاء الله إن شاء الله إلى خلية 12 إطار. كما نعرف الخلايا البيضاوية فيها على 6 وفيها على 12، هذا كله شمع أساس إن شاء الله. هذه خلية صناعة 6 التي هي في الصندوق، نصف الصندوق، سنضمها إلى الخلية الأم وننطلق إلى الموسم إن شاء الله. سنرى هذه آخر الطرود التي حصلت عليها معلقة في الشجرة، من آخر الطرود سنرى الحمد لله جمالية الطرود، لأن الطرود التي نحسن عليها إن كانت ضخمة نتركها للعمل، إن كانت صغيرة نضمها. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. جمالية خلية تظهر مباشرة فقط من الفتح، من الفتح مباشرة نرى كثافة نحلية وهناك مط للزوائد، بمعنى عندنا كثافة نحلية، خلية تستحق التمرير إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، على بركة الله. نبدأ في مشاهدة الإطارات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الملحن كله بسم الله ما شاء الله أصبح على شكل عاسلات، كلها عاسلات، خلايا عاسلات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. كما نشاهد اليوم كما أقول دائما 31 تبقى فقط للذكرى، 30 ليس 31، 30/6/2024. الفرز لا زلنا لم نفرز، بانتظار نضج العسل، كل هذا الذي ترى فيه وننتظر نضج العسل، لان العسل التي نقوم بانتاجها عسل الحمد لله قليله التبلور. التاريخ امامك 30/6/2024. سأحاول وضعه عندي هذا القصر، عندي هذا القصر هنا سأثبته على هذه الشكل. ثاني إطار بسم الله ما شاء الله، كله بناء جديد، بناء جديد، وعندنا وضع لو نشاهد جيدا شاهد العيون السداسية كيف هي بالوضع. بسم الله ما شاء الله، حضنا بمعنى على الجهتين، بسم الله ما شاء الله. رفع وحدات مجال للتوسع، بسم الله ما شاء الله. حضنا من الحطبة إلى الحطبة، وتقريبا من الحطبة إلى الحطبة، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله ولا قوة. من الجانبين حضنا، من الجانبين، بسم الله ما شاء الله. العيون الثلاثية كلها مليئة حضنا، جميل. عندنا الآن واحد عسل، اثنان حضنا، هذه الطرود تنتج عسل، ما زال في من انطلاقة موسم البيض. هذا كله كذلك وضع، هذا الذي تراه كله، هذا الفراغ كله وضع، بسم الله ما شاء الله. نشاهد دائما الوضع يكون عنده هلال عسلي، بسم الله ما شاء الله. ومن هذا الجنب كذلك عندنا وضع وهلال عسل، بسم الله ما شاء الله. الآن عندي واحد عسل حضن هذا المقصر، وجعت له هذه الشكلة
والسلك من هنا حتى يبقى داخل الخلية مرفوع. الآن وضعت هذا، الآن سأجعل واحد شمع أساس. نعم هذا واحد شمع أساس مفتوح على الحضنة المفتوحة، لأن كانت عندي حضنة مفتوحة، هذه حضنة مفتوحة محمصة، حضنة مفتوحة محمصة، حضنة مفتوحة، واحد شمع أساس. ماذا عندنا؟ شاهد، سأضغط لأني أريد أن تكون بها حضنة كثيرة هذه الخلية. بسم الله ما شاء الله، هذا تحويل فقط، تحويل. أنا أحول بسرعة لكني للشرح والكلام فأنا أعمل بهدوء. بسم الله ما شاء الله، كله حضنة، كله حضنة، بسم الله. جمالية العسل جميل، نجعله هنا هذه الشاكلة، أجعل واحد شمع أساس. بسم الله ما شاء الله، آخر إطار. شاهد، بناء جديد، بناء جديد، وكله عسل. بسم الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. كما نشاهد كثافة نحلية، كثافة نحلية، والنحل كلها أصبح باتجاه بوابة الخلية الجديدة. نقوم بتغلاق الأفقية ونتمم الخلية، والسلام عليكم، بمعنى عمل بسيط نتفحصها بعد أسبوع سنرى النحل، لأن عندنا كثافة نحلية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، والموسم فيض فهو في الانطلاقة، بمعنى نحن الآن ربما في اليوم العاشر أو ما شابه ذلك من موسم الفيض، فهذا جميل جدا. فالجبال كما نعرف هذه التساقطات وهذه المنخفضات الجوية دائما تزرع الأمل وتزرع بمعنى الخير في الناس. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.